اكتبي ورا الاستاذ. شو هالحصه الممله هي؟ ايه داخل ايه يا ترى؟ بلاقي معك شي لزقله للجو؟ لانه رايح على البيت هلا، واذا شافني هيك اخي ما رح يحل عني ليعرف شو اللي صار. خالص فاصل بالمره، مو حاسس عشي. بكر انا كتير اسفه، هي اللي صار معك بسببي، كنت لازم اعرف انهم رح يتقصدوك. مثل ما قلت لك، بعد قد ما فيك عن كاناته ورفقاته، مفهوم؟ لحظة شوي، ليش انتي شو عملتي؟ اكيم فهميني، قليلي انتي شو عملتي؟ بلغت الشرطة عن كانات. ليش؟ ليش خبرتي عن كانات؟ كذبتي علي أنا كمان؟ الصبح قلتي لي رايحة زيارة. ليكي يا إيكيم، بعدي عن كانات ورفقاته، لبقت لحقيهم وتركي طلاب المدرسة بحالهم، فهمتي؟ مستحيل يا بكر، ما فيني أنسى اللي صار مع ليلى بسببهم، مستحيل. شوفي إيكيم، أنت هيك رح تجيبي وجع راس لحالك. اسمعي، أخي دخل على المدرسة ودور وما لقى لا سيارة ولا أي دليل تاني، وبين إنهم بريئين، كأنه مو عاملين شي. يا إيكيم، وين رايحة؟ رح حاسبه على اللي عمله فيك. من شان الله حاجتك جنان، انا ما فيني شو رح يصير؟ اتركني، لا تجي وراي. يا بنتي لا تعملي لنا مشاكل. إيكيم استني. بتعرفوا وينه كانت؟ ما شفنا. بتعرفي وين كانت؟ لا ما شفته. أنا آسفة، بس بتعرفوا وينه كانت؟ لا ما بنعرف. شو هاد يلي عملته؟ مشكلتك معي بعد عن رفيقي، فهمت؟ انت اللي بلشتي بالمشاكل، بقى تحملي العواقب. ايه انت وحده غبيه وبتصدقي كل اللي بتشوفيه. ممكن كون غبيه بس ما عملت جريمه مثلك. رفيقتي يلي انصابت بهداك الحادث ما بقى فيها تمشي، وضيعتوا لها حياتها. ناس قذرين واندال، بحياتي ما شفت مثلكم. وشو عم تعملي انت بيناتنا؟ ليش حتى تجي على المدرسة؟ أنا بجاوبك، أخدتي دور المخبر، مظبوط كلامي؟ شو يا بطلة؟ ليش سكتتي؟ شو دخلك؟ وإذا صحيح اللي شو فيك تساوي؟ بتسكتني بحركات الزعرانة تبعك؟ استني استني ورح تشوفي. البنت كانت عم تدور على